السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم. شهيد مواطن جزائري يتكلم في قضية الكود جمل بالماضي، تابعوا معنا هذا الفيديو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين حبيبي وقدوتي محمد صلى الله عليه وسلم إلى يوم الدين. أما بعد، خوتي هذه بتيت فيديو، راني زعفان وراني زعفان، وكاين بعض الشعب كيما أنا راه زعفان فيما يخص، وما زدتش نهضر، هذا هو آخر فيديو فيما يخص قضية بالماضي. شو بكم حاجة خطرة تجيك راسك هاك ويجيك راسك، خطرة تقول الجزائر جديدة، خطرة تقول الجزائر جاية قديمة وسير جاوها لنا، خطرة نتفائلوا، خطرة نيأسوا. بصح حنا توجور شادي في الوطن. واحد قال لي لا تبغي بالماضي تبغي بفارق الوطن، حنا نقول فارق الوطن. بالماضي هي جاب هاكا، جا هاكا شعرة من العجير ربي قلعة. بصح حنا شو يبيلك بلي ما نبغوش الراجل، يا ودي كاع بغيتو تكملوا معاه بالماضي، تكملوا معاه بهذه لا فاصون، بهذه الطريقه، بهذه التبادله. الناس تقيم الرجال اللي تخدم، خدم خسر اخفاقه كاع الناس تخفاق، نتوما كاع العام اخفاقات، كنتو حاسبين روحكم بريزيل ولا الارجنتين ولا الطليان، عندكم دو كوب، وحده جابها كرمالي، الناس عندها سبعه، الناس راه عندها خمسه اربعه، ما يهضروش كيما لي جورناليست تاعنا، باغي يجيبو زيدان، شعر في ديك البصلة تنوض، كسكاسي يقول لهم بلي ما يلقيش كون قطار، لا علينا ما غاديش نقولو لهادي، حنا باغي نروحو لدولتنا نهضرو، راني زعفان الدولة، أي أيوة السيد رئيس الجمهورية سما حنا كاع هضرنا ما عطيتوناش حتى شي قيمة ولا درتولنا استفتاء، جا واحد قرر وما قررش احترافية، مسؤولية ما يعرفوهاش، ميم با، بغيتو تحبسو بالماضي، خرجو من باب الواسع وقيمو الناس اللي تخدم. بصح على انا دروك نزعف في الجزائر، نعاير بومدين وعاير الامير عبد القادر وعاير بن باديس، ومازالت الناس تمشي، واحد يقول له هذاك بن باشي يقول له ما جيتش نخطب اختك، الانحطاط دايرينهم منا، راح بالماضي، روحوا هذا الاعلام الا من رحم ربك، روحوا معاهم الا كون بغيت تسمع بلا جدار، وحنا نقول الجزائر الجديده، والناس يقولوا لي ها في هذه الجزائر الجديدة، ها شدار يجي دراجي ملي بن سدير خيال اللي كانوا خيال يديسيدو، يقول لك السلطة، أنا هاد السلطة اللي راهي ضد بالماضي ما على باليش كي تخمم، أنا باغي نفهم ضرور إنسان تقول لي أخفاق، كاع الناس أخفاقات، صح هاكا البريزيل عندنا كوب دي موند، وداو داوها لنا وزدنا كوب دي موند، دينا بالغ حنا ما عندنا والو في التاريخ، وما وزير الإعلام عنده لاكريمو من الجزائر كرامو من بعد ديتو كوب دافريكا 2019، حسبتو روحكم الألمان وخسرنا الماتش، علاه ما تبغوش الإستقرار؟ سما لاباتور كاين جوار كيما هذاك اللي والله دار فتنة في الجزائر، هذاك لي بالو كان كاري هو رد مكور بن شيخ، قال لهم نصرفوه على لونترينير ربع سنين، ما صبرتش على بالماضي وبزي داك لونترينير اللي جا ما نصبروش عليه، ليكيب راهي كاينه كوم تقولوا خويا ما كاش خطة، تسمى لي جوار كاين ما عنده الماتش الاول يربح كير كيف، عطيتوه ساع ماتش الاولى بلا ماتش بريباريس يربح من الخمسة كير كيف، نعم نعم باش تروحوا التاريخ، وانتوما دمرتوا. بصح انا شاني باغي، أنا باغي هذه الدولة تاعنا وضب هذا السيد راح وخدم البلاد، غادي تغيد عمره، وهذه الضربة تاع الدراهم ومنا وكاع يديهم حقو على عطيتو الغاشي وين جات 1500 مليار، رشيدات وين دارت الفيلم تاع الأمير عبد القادر 32 مليون دولار ما بان عليه والو، الحفلات اللي كنتو ديرهم في تيم كاد وكسموه نوال الزوبي 1 مليون باش تغني دو دولار، ما هدرتوش عليه، ما نويش نهدر على المصانع وكاع ماذا بينا اللي راهي صرعانا، ما كاين مجالات راهي شوية مليحة. بصح في الرياضة والإعلام الخماج إلا من رحم ربك، رمضان راه جاي، هادي غاطني عمري. بصح اليوم درت الفيديو ما زدتش نهضر على بالماضي، خويا حنا ما نفناش على لا نقدس العباد ونعبد رب العباد ليس العباد، لكن واحد سيد دار خويا وكاع ما خطا ديروا له هاكا تبهدل هادي سينما، السيد جابكم دافريك كنا ما كان والو، كنا زيرو، كانت كاب دافير تغلبنا كاع، ومسكين كاع دوك الاخفاقات الثلاثه اللي داروا، وقسمكم بالله يا خوتي لا مؤامره من الداخل من اصحاب الكرش اللي قرر تقطع عليهم السرطه،
وربي غادي يخرج فيكم حسبنا الله ونعم الوكيل. احنا فريق الوطني يجي ولا يروح لا تزول البلاد بزوالي رجالها. بس عذروا الى رعب الماضي وما رحتوش توما ما درنا والو خوتي خاطر هضرتوا في باريس جيت هضرتوا في كركيف هضرتوا في ماتشاتك لكم توما اللي كان معكم قال لكم تيزيفو ما عندكمش نقد بناء ما عندكمش دي كيستيون الى ما رحم ربك خوتي واحد يجي يهضرنا على الكاطو ويقولوا مش متزوج باختك ونبغي غير اخر من المحرز هذا يقعد في دارهم ولا يروحوا قهوه وديروا لنا كوستيمات وردوا لنا بلاد مليحه شاهد اذا بغات الدوله السلطه تاعنا دير ترد الاعتبار ويديروا لها صورتي شابه وكبا يخرج مليح مسكين بصح بس هذه ونقول لك والله ما تنجح نقول لك على كاع لي دملوك ظلمت واحد خدام ظلمت واحد يبغي ربي واحد قال لي دراهم ها اللي كان باغي يجيبوه كان يدير في قطر في ايران 50,000 وفي كسموا 70 هنا قال لك بيعطيه 150 الى 170 واحد قال لي 2800 بالماضي ما صنياش 2800 تغلطونا من الاولى 2200 كسموا 55,000 خويا لا تعيش جات عطاوه ولا درهم كاع ديتو هذا راكم جايبينو بلا ما 150 الناس عطياتو 70 مصر كانت عطياتو 70,000 واحد قال لي 200 جامي في مصر سينيا اوترينر ب 200 روح خويا قرا مليح وكاع هذا انا جيت باش ندير راه خايضني ومي غاطني هو غاطني عمري سما ما شفناه تخاف الجزائر قديمه وتسير جد ولا الله بالك بالك يجيبوا لنا صح حقنا اخويا مش كيما كيخرجوا الرجال هذا خدام البلاد هذا ما خونش الناس سلال ويحيى وجماعه خونوا كاين اللي نافوا عليهم سمعتني وخونوا اموال الدنيا راك عركه خدم به وين ما يروح يخدم وين ما يروح يدي تراهم انا شاني باغي والله ما يطلقهم يديهم لا باغي يروح صدقه في الجماعة ولا يديهم يستاهلهم هو جاب النتيجه انتوما ما خدمتوش جبتوا بالك 14 اونترينر براني ان يا اوكان تيت جوج برا اولاد البلاد المرحوم عمي عبد حميد كرماني الله يرحمه وما ويبقى هو وانتوما تقولوا ناكيره هو يولي ذاكره ما تقروشي وربونا حسبونا الله ونعم الوكيل بصح انا ماش غايتني بالماضي كيما راه غايتني العصابه الرياضيه مازالت تحكم وهذا كنا متفائلين ببلاد مليحه بلاد ولات غايه تاني نشوفوا سما حوزوهم كاع راح بالماضي حوزوهم كاع نعرفوا بلي تغيير بصح نتحوش هذا خويا انا ما نكذبش عليك انا واحد من الناس ما بدات اي اس ومن اجل الوطن والشهداء وكيسموه قلنا نخلو شويه تفاؤل الله يجعل ربي يجيب الخير لهذا البلاد وبالماضي غادي تخلصوها ونحن نعرف قيمه الرجال اسمع سيد خدم كاع بغا يخرج خرجوه من الباب الواسع غادي يجو يدو دراهم ما تبغوش استقرار ما تبغوش النتائج ليسونسيال عنده 6 31 ماتش اللي تيكي باتيا يشرف فماه وعنده ان كوب من برا اللي تيكي تجيبها يشرف فماه وعنده خلاكم ينيكيب مصنوعه جاب جواره وروا لنا حنة يديكم يا المنافقين حسبنا الله ونعم الوكيل رأيي الشخصي مون اوبينيون بيرسونيل.